اسال انا بقى، سلام. والله ما فتحت. استاذ زهير، بس انا ثانيه واحده، فين النتيجه بتاعت ما انا قلت الاسئله لك دي؟ نتيجه لا، الاسئله. النتيجه الاسئله اللي انا هسالك عليها. لا دي ملهاش نتيجه. اشمعنى؟ كوسه. لا 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 لا، انا هسال الاسئله دي وعلى وانا اللي احط. اوكي. تحبي تعملي اكتر من حاجه في وقت واحد؟ جدا. ايه؟ هو انا بعمل كل حاجات في وقت واحد. زي ايه؟ انا بقى بما ان هي ما فيش نتيجه ههريكي اسئله من هنا. بس يا ابني النضاره، ها، زي ان بتحبي انا تعملي ايه اكتر من حاجه في وقت واحد؟ زي ايه؟ تعملي يعني ايه اكتر من حاجه؟ بصي، هو انا مؤمنه ان المراه الشبكيه شبكه والراجل صندوقيه، حاجه واحده. انت بتعملي فانا ايه؟ بتعملي ايه من اول ما بتصحي الصبح؟ بمشي، بتمشي ابقى اسمعك عشان بتكلميني ساعتها؟ بقرا، بكتب، بلبس، بجهز حاجتي، بعد ما الشغل، وبعدين بعد الشغل. لا يعني بتبشري في الاثناء دي بيتك، هتاكلي جوزك طبعا ايه واولادك كل ومين التفاصيل، هينظف ايه كده؟ إدارة كل التفاصيل. وبعد ما بتخلصي بقى بيبقى عندك حاجات تانية، يعني عندك عزاء، عندك فرح، عندك إيفنت. يعني سؤال بره بره المنهج، المنهج. مش عارفه اتوقع السؤال ده ربنا يستر. ازاي. يعني ازاي بتقدري تعملي موضوع ما بعد الحلقه بتاعتنا؟ لان يعني احنا بنبقى مرهقين جدا، لان بنقعد بنقرا، بيبقى عندنا ضيوف، بنيجي من بدري. ازاي بتقدري تتخلصي من ان انت خلصتي شغل اساسي وممكن تروحي مثلا فرح، تروحي عزاء، تروحي مناسبه مهمه انت. انا عاده بدور على اي اعذار وبفك عشان اقول الحقيقه. اولا في حاجات واجبات لازم تعمليها كويس. فلو في واجب عزاء او حد تعبان او حد في مستشفى فدي اولويه. لكن في حاجات انا بتبسطني وبتخرجني، عارفه زي ما تكوني في تقدري؟ اخر الليل بتشوفي فيلم ابيض واسود، فبيحصل لك لازم تفصلي دماغك شويه. دي مثلا لو انا رايحه مهرجان الموسيقى العربيه، لو انا رايحه الاوبرا، لو انا يعني رايحه رايحه جاذرينج مع اصحابك. لا بيبقى عندك نفس، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بتقدري. الله نمسك اكبر. الخشب بكره الخميس، يعني بكره بكره الخميس الخميس. انا مش بحسدك والله، بس انا دايما عندي مشكله في النقطه دي، ويمكن انت عارفاني كويس. ناس كتير بتزعل مني لان بعد الهوا انا ما ببقاش عندي هذه القدره النفسيه، يمكن عشان برخي كتير. ما هو ما هو ممكن احتمال، هي الحاجات دي فرض كفايه، فانا بكفي عنك. او يمكن عشان انا طريقي اطول فبكسل. طب ما انا بروح التجمع على فكره. ده انا انا مستغرب جدا على فكره. امبارح كنت هنا في عزا، وبعدين رحت المهندسين، وبعدين رجعت تاني اكتوبر. وساعات كتير بروح للتجمع. طيب بتهتمي بالصوره العامه ولا بالتفاصيل؟ بالاتنين، والتفاصيل اكتر. زي ايه التفاصيل؟ يعني ايه اللي بيلفت نظرك من اي صوره انت بتشتغلي عليها او بتعمليها؟ التفاصيل في الشغل مش في البني ادمين. يعني ما بركزش، لو جيت مثلا قلت لي دي فلانه خست، فلانه تخنت، فلانه لبست، شفتي خدت، ما باخدش بالي خالص. ولا بشوف الفيديوهات على فكره، اللي هي الحاجات عارفة. اللي هي دي ما بشوفهاش خالص. ما افتحش يعني، ما اشغلش دماغي وروح. انا اعرف ايه الموضوع بس ما اقعدش اتفرج على فيديو. لكن التفاصيل في الشغل يعني الدقه انت مهووسه بالنسبه لك بالدقه. التفاصيل شغل، مش اي حاجه تانية. مش بني ادمين، مش حياه، يعني هو يعني في الشغل. يعني مثلا ما تقعديش تفصصي مثلا واحده مثلا قابلتيها لا لابسه ايه، لا ولا لا باخد بالي، اكستنشن، طب البوتوكس عامل، ولا طب عمري الفستان. ولا عمري بركز ولا باخد عكسي بالي. وبعدين وانا خالص قاعده مع الناس اصلا ببقى دماغي في الشغل، بشتغل. كل اصحابي بيتضايقوا مني عشان انا طول الوقت ماسكه التليفون، طول الوقت بتكلم في التليفون. ومنهم صديقتي امبارح اللي هو سيب التليفون لو سمحت، كفايه تليفون لو سمحت. طب وكتير ياخدوا الموبايل مني. ايه المشكله انك انت تجتمعي ما بين التفاصيل والصور؟ يعني انا يمكن عشان انا برجي فممكن التفاصيل بالنسبه لي تعدي كانها صوره. يعني انا التفاصيل بالنسبه لي بشتغلها بس بحس ان انا بهتم بحكم المهنه. يعني انا بشتغل من وانا عندي 16 سنه، فاللي هو كل تكوينك كان على الدقه. وكنت بشتغل يعني في روزا اليوسف وفي الاذاعه، مفيش حاجه. الدقه تفرق كتير طبعا. وقت الصحافه ما كان في صحافه اللي هو الدقه اللي هو ما ينفعش يبقى أوكي. في نسبه خطا. مين قدوتك او مثلك الاعلى في الحياه؟ وهزود هنا ليه؟
انا عندي قولي واحد كتير. لا واحد لا صعب. هو واحد، انا عايزه واحد بس. هو بيقولي مفيد ظلمتك، انا عايزه اعرف. لا بس ده ظلم. ما قولي انا موافقه قولي مفيد ظلمتك، بس انا عايزه اعرف اكتر واحده تفكري فيه، او اكتر واحده هتفكري فيه كده. لا هو اكيد قدوتي هيبقى والدي الله يرحمه، لكن انا عندي، انا بتكلم في المهنيه، في المهنيه ناس كتير جدا. واحد لا مش وان سوري، مش هينفع. انا الحكم واحد. وانا الملك وانا القانون. وان ما بصي وان ما عنديش والله. قولي وان قولي وان. مش هو اهم واحد، انا بقول واحد جه في دماغك اول ما قلت لك، وبعدين يتتالى الناس التانية عشان ما نظلمش وعشان ما حدش يزعل منك. بس هو اول ما قلت لك مين خدك في سو وان. انا مش ايه رايك، عايزه نمشيها نمشيها. لا 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 بس انا عديتها لك عشان لا أبصيرك. والله والله الناس واحد. قولي لي واحد، حتى واحد منهم. طيب فاطمه اليوسف. ليه؟ صاحبه روزا اليوسف، لانها كانت ست ما اتعلمتش، لكن هي كانت مثقفه اكتر من اي حد مثقف. كانت بتقدر يعني يبقى في بينها وبين اي شخصيه، وزير، حاجه مهمه كبيره جدا، كاتب فخم جدا، كانت بتبقى ند بالند. وعملت مجله وعملت مؤسسه، وكانت ممثله مسرح، وبعدين تفرغت للصحافه وصنعت نجوم. يعني صنعت احمد بهاء الدين وانيس منصور. لا للاسف ما فيش. للاسف ناس ما شفتيها. لا لا خالص. بس في سن كبير. لا 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 خالص. طيب روزا اليوسف دي حدوته كبيره جدا. طب ما عرفتي تخرجي من السؤال الصعب ده. ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك، وايه اكتر حاجه ما بتحبيهاش في نفسك، وما تقوليليش الطيبه والهبل علشان الاثنين عارفاه. لا هو انا ما بحبش في نفسي الطيبه على فكره، دي حاجه ما بحبهاش. لا وحسن الظن طول الوقت في الناس. ما انا عارفه انك هتردي عليا كده. لا انا مش عايزه الحاجات اللي الناس عارفاها عنك، انا عايزه حاجه جديده. ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك يا سوسو؟ ان انا عندي قدره على العطاء. وايه اكتر حاجه ما بتحبيهاش في نفسك يا سوسو؟ ان انا بقدم الناس عليا، او يعني اللي هو بتيجي على نفسك عشان على خاطر نفسي عشان الاخرين. يعني 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 مهما كنت تعبانه، مهما كنت موجوعه، مهما كنت متضايقه، لو في حاجه لازم تتعمل بتتعمل، وعلى اكمل وجه وبحب على فكره، مش ببقى متضرره. طب حلو قوي. سؤال بقى زياده، بما ان احنا في انترو، انا هقعد اسال سؤال اخر سؤال. بليز 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 هسال سؤال. ايه اكتر حاجه لو انا اديتك القدره على تغييرها فيكي تغيري ايه؟ ابقى شخص مش جد. تضحكي زيي. بحاول اطلع. لا ما انا بضحك، بس لا يعني ما اخدش الامور كلها بجديه وحسم يعني ابقى شخص طبيعي كده، مش شخص. شوفي يا سوسو اجاباتك عجبتني. أيوة. جدا جدا. وبما ان انا ما عنديش ريفرنس غير انا كرفرنس، انا الحاكم، انا بامر يعني. بص انا هي اللي ادتني برضو قوه ان يعني هي كان عندها انها تحكم، انا هحكم عليها. شوفي يا بنتي اجازه الشهرين مدفوعه الاجر. مدفوعه الاجر ولا اقدر استغنى عنك. اعتقد ان الامتحان ده ظريف، وجربوه، اقعدوا اتكلموا مع اصحابكم. كل اللي كنا بنعمله النهارده ده علشان خاطر نقول لكل الناس ان احنا ساعات في حياتنا بنبقى محتاجين ان احنا نقعد نتكلم مع بعض بره النطاق بتاع اي حاجه. لو اي اتنين اصحاب قعدوا مع بعض واتكلموا زينا وسهيل كده وهرجنا وضحكنا، اعتقد ان اي اكتئاب اي زعل ممكن يكون موجود في جوانا هيكون انتهى بالضحك والفرفشه وخفه الدم اللي انتوا شفتوها على الواقع. الالعاب النفسيه ده جزء من التعافي والانشغال، وان انت بتاخد نفسك لمنطقه تانية غير منطقه الاجهاد النفسي او الاجهاد العملي او الحياتي. يومكم زي الفل بلا اجهاد.